إلى الرسالة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: هل يتبقى بعد الإحسان شيء؟ الاستحسان آخر شيء، الاستحسان الاختلاف بسبب التأويل. نعم نعم، لكن هو آخر باب في آخر باب في التفصيل في الرسالة الاستحسان. تفضل. قال الإمام رحمه الله، قال الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه في رسالته، قال رحمه الله: وأمرنا بإجازة شهادة العدل، وإذا شرط علينا أن نقبل العدل ففيه دلالة على أن ترد على أن نرد ما خالفه، يعني لم يكن عدلا. هذا أصلا إيه فائدته في اللي أتى به هنا يا نصير؟ الله يهديك يا نصير، بأسرع ما يكون. طب وإيه فائدته؟ إيه اللي يفيدنا في هذا الكلام؟ عجيب والله، ما الذي جعله يطرح هذا عندنا؟ إيه الفائدة؟ ما الفائدة في ذلك؟ يا نصير ما الفائدة؟ اشترط العدالة يبقى أجاز شيخنا، ممكن الأخذ بالقول لا بالفعل؟ اسمع، الحرام تأتيك الإجابة. ماشي شيخنا، ممكن نقول شيخنا العدالة ما هو خلاص زي ما قال الصحيح، أنه أنا الآن لا أقبل إلا عدلا، وأرد إيش؟ ها أرد أرد المخالف للعدل صح، كيف سأعرفه؟ اجتهد، اجتهد لأصل على إلى عدالة الشهود. قال: وليس للعدل علامة تفرق بينه وبين غير العدل في بدنه ولا لفظه، وإنما علامة صدقه بما يختبر من حاله من نفسه في نفسه. هو يبقى ده دي مادة ايه؟ مادة اجتهاد، يعرفه يرد أو يقبل. قال: فإذا كان الأغلب من أمره ظاهر الخير قبل، وإن كان فيه تقصير عن بعض أمره، لأنه لا يعرى أحد وعينه من الذنوب. والله وبالله وتالله لو ما عندي في الرسالة بأسرها إلا هذه الفائدة أدفع عمري كله لأجل هذه الفائدة، والله وبالله وتالله. فقه راقي وهذا الوسط الملتزم المهلهل لو تعلمها لانتظمت سلكه ولو واتحدت طرقه. انظر إلى الفقيه الذي يعني قد حباه الله دقة نظر وفقه أرقى ما يكون في زمانه، وقد نقول هو كان أعلم أهل زمانه. قال: فإذا كان بيقول العلامة التي نعرفها بالعدالة لا تكون في إيش؟ في المنظر، لا بالطول ولا بالقصر، لا، المسألة ليست بهذه، لكنها بالعمل وبالصدق وبما ظهر من ديانة. فقال إيش بقى؟ انظر هنا العدل عنده هو إيش؟ وده أصلا ده أصل الكلام فيه العلماء. لذلك هذا الوسط وسط مهلهل مهلهل، ولأنهم يستريبون من أنفسهم فينضحون الأمر على الآخرين، فيخفون ما هم فيه من تقصير، وإذا ظهر التقصير يقدحون به. هذه المصيبة اللي احنا عايشينها، دي المصيبة اللي احنا عايشينها أصلا ولا يتعلمون. شوفش قال: فإذا كان الأغلب، ضعها ألف خط تحتها، يعني إيش؟ يعني سنحكم عليه بالغالب، لأن التقصير وارد، التقصير ملازم، النقص موجود، الذنب موجود، زي المعتوهة اللي قالت: طب ما تحضريش، الرجل له ذنب، ده قولك وحده إيه؟ ذنب، ده قولك وحده كبيرة، لأنك تصدين عن إيه؟ عن سبيل الله. لا يفقهون، والله لا يفقهون، ولأن هم لما لا يفقهون وقبلوا أغرار، فمغفل استغفر المغفل فلا يظهر الاستغفال. والله هذا هو التوصيف الصحيح في هذا الباب، مغفل استغفر مغفلا فلا يظهر الاستغفال. المسألة عظيمة في هذا الباب. شوف الرجل ايش يقول الإمام الشافعي العلم: فإذا كان الأغلب من أمره ظاهر الخير قبل. وجدنا أغلبه يصلي في جماعات، عند الصوم وجدناه صائما يفطر مع الناس، عند الحج لما رزق بالمال ذهب فحج فريضة الله جل وعلا وذهب فاعتمر، عند الصدقة وجدناه ما ملك مالا بلغ نصابا فدفع المال. هذا إيه؟
هذا المؤمن ده مؤمن تقي ولي، وهو ولي من أولياء الله، ولي من أولياء الله. فقال إن كان ده ظاهر أمري قبل، وإن كان فيه شوف يقول بقى قبل مع الشرط، وإن كان فيه تقصير عن بعض أمره، لأنه لا يعرى أحد رأيناه. ده معناه إيه ده؟ معناه إيه؟ معناه التعميم. ده بيعمم يقول أهو، ولأنه لا يعرى أحد رأيناه من الذنوب، يعني هو قابل مالك القول يطبق عليه ما يطبقش عليه، قابل محمد حسن شيباني يطبق ولا ما يطبق، قابل أخيار الناس يطبق عليه، ما من أحد يتعرى عن ذلك. والرجل عنده أصلا أساس فيما قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة. وقال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين، وكان يدعو ويقول اللهم أن تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. فالفائدة دي بالعمر، أن تدفع عمرك وأحفظ هذه الفائدة، حتى تعرف أيضا أقدار الإيه؟ الناس، حتى تعرف أقدار الناس وتضع الأمر في موضعه الصحيح. فلا يغرنك السفهاء والبل من الوعاظ الذين لا يفقهون. رجل يقول لك والذي قد أتى بالذنب ويحسب أنه لو قال استغفر الله يتغفر له، في هذا تغفر له؟ قال لا تغفر له، ده لابد تشوف الذنوب اللي سبقت وانت فاكر ان هي دي هتغفر لك خلاص. فهذا واعظ اهو ده دخل في ده احوج الناس الى ايه؟ الى قاتل مات نفسه يجي له. ده احوج الناس الى هذا الرجل، هو احوج الناس الى هذا الرجل. في اخت جزائريه قالت لي يعني صلاه السابحة تكفر الصغير والكبير؟ قلت نعم، قد قال بانها تكفر الصغير والكبير. ضيع كم ضيع على نفسه الذي لم يصلي. قالت يعني هو طول الليل يعصي او طول النهار يعصي، ويجي في الليل يصلي تسبيح او الصبح يصلي تسبيح وتغفر لك كده خلاص خلصت. فقلت ايوه هي مالها دي؟ قلت انت تحجري واسعا، هو بيدك ولا بيد الله؟ ارايت جهل، وحتى هم لا يعني اعتقد في الله اعتقد صحيح في هذا الباب. فشوف انظر الى الامام، شايف لو ما في الرساله باسرها الا هذه لكفى علما. قال فإذا كان الأغلب من أمره ظاهر الخير قبل، وإن كان فيه تقصير عن بعض أمره، لأنه لا يعرى أحد رأيناه من الذنوب. وقد قال يعني الموردي يعني في هذا الباب لما قال ما في أحد يعرى عن الذنوب، الموردي قال حتى الشيطان لم يمحض المعصية، لأنه ورد عن شافعي في الأم أنه قال بأن تمحيد الطاعة غير وارد وتمحيد المعصية غير وارد. فضح بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع الله في خير وعلى خير، سمحنا أي تقصير سمحنا. قال الموردي قال صدق الشافعي حتى الشيطان لم يوحد المعصية، لما اعترف بالربوبية لم يوحد المعصية. إني أخاف الله ولقد صدق الله ولقد صدق إبليس على ربه ولقد صدق عليهم إبليس ظنهم فاتبعوا. تفضل. قال الإمام رحمه الله وإذا خلط الذنوب والعمل الصالح فليس فيه إلا الاجتهاد على الأغلب من أمره. شوف يعني يقول لك ما دام التخليط في الإنسان وهو وارد وهذا يصدقه كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. قال وإذا خلط الذنوب والعمل الصالح فليس فيه إلا الاجتهاد على الأغلب من أمره بالتمييز بين حسنه وقبيحه، وإذا كان هكذا فلا بد من أن يختلف المجتهدون. وإذا كان هذا هكذا فلا بد من أن يختلف المجتهدون فيه، وإذا ظهر حسنه فقبلنا شهادته، فجاء حاكم غيرنا فعلم منه ظهور السيء كان عليه رده، وقد حكم الحاكمان في أمر واحد برد وقبول، وهذا اختلاف، ولكن كل قد فعل ما عليه. قال أفتذكر حديثا في تجويز الاجتهاد؟ قلت نعم. ثم قال الإمام رحمه الله أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وهذا رد على من يزعم أن الشافعي يرى أن الحق متعدد، لأن بعضهم يقول بذلك غزالي، وهذا كلام باطل. شاف على يرى
الحق إلا الحق واحد، واحتج بهذا الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فلو أجره، وإذا اجتهد فأخطأ فلو أجر واحد. نعم. قال الإمام رحمه الله: وأخبرنا عبد العزيز بن يزيد بن الهاد أنه قال فحدثت بهذا الحديث، فحدثت بهذا الحديث أبا بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، فقال: هكذا حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. وحديث صحيح. وقال الشافعي رحمه الله: فقال: هذه رواية منفردة يردها علي وعليك غيري وغيره، ولغيري عليك فيها موضع مطالبة. قلت: نحن وأنت ممن يثبتها؟ الله قال أكبر. نعم. شوف هذه فيها دلالة الاختلاف في الاجتهاد في التصحيح والتضعيف يؤثر فيش في الأحكام. نعم. قلت: فالذين يردونها يعلمون ما وصفنا من تثبيتها وغيره. وقلت: فأين موضع المطالبة فيها؟ فقال: قد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رويت عنه من الاجتهاد خطأ وصوابا. فقلت: فذلك الحجة عليك. قال: وكيف؟ فقلت: إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يثاب على أحدهما أكثر مما يثاب على الآخر، ولا يكون الثواب فيما لا يسع، ولا الثواب في الخطأ الموضوع، لأنه لو كان إذا قيل له اجتهد على الظاهر فاجتهد كما أمر على الظاهر، وإذا قيل له اجتهد على الخطأ فاجتهد على الظاهر كما أمر كان مخطئا خطأ مرفوعا. قال: كان مخطئا خطأ مرفوعا كما قلت، كانت العقوبة في الخطأ فيما نرى، والله أعلم أولى به. فيما نرى لما فيما نرى فيما نرى فيما نرى طيب. قال: وكان أكثر أمره أن يغفر له، ولم يشبه أن يكون له ثواب على خطأ لا يسعه. وفي هذا دليل على ما قلنا أنه إنما كلف في الحكم الاجتهاد على الظاهر دون المغيب، والله أعلم. دون المغيب ولا المغيب؟ المغيب. ماشي. قال إن هذا لا يحتمل أن يكون كما قلت، ولكن ما معنى صواب وخطأ؟ قلت له: مثل معنى استقبال الكعبة، يصيبها من رآها بإحاطة ويتحرها من غابت عنه بعد أو قرب منها، فيصيبها بعض ويخطئها بعض، فنفس التوجه يحتمل صوابا وخطأ. إذا قصدت بالإخبار عن الصواب والخطأ قصد أن يقول فلان أصاب وخطأ، فلان أصاب قصد ما طلب فلم يخطئه، وفلان أخطأ قصد ما طلب وقد جهد في طلبه أخطأ قصد. نعم. قال: فلان أخطأ قصد ما طلب وقد جهد في طلبه. فقال: هكذا أفرأيت الاجتهاد أيقال له صواب على غير هذا المعنى؟ قلت: نعم، على أنه إنما كلف فيما غاب عنه الاجتهاد، فإذا فعل فقد أصاب بالإتيان بما كلف، وهو صواب عنده على الظاهر، ولا يعلم الباطن إلا الله. فهم فاهموا من كلامي هنا أنه إيش يعدد، وصحيح أنه لا تعديد في هذا، لا سيما ظاهر النص، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. قال: ولا يعلم الباطن إلا الله، ونحن نعلم أن المختلفين في القبلة وإن أصاب بالاجتهاد إذا اختلف يريدان عينا، لم يكون مصيبين للعين أبدا، ومصيبان في الاجتهاد، وهكذا ما وصفنا في الشهود وغيره. ولكن مصيبان في الاجتهاد لابد أن نقول وفيهما مصيب وإيش ومخطئ، ولا يبقى مصيبان على أنهما على الإصابة، قد أصاب ولم يصيب، قد أصاب الأجر ولم يصيب الحق. قال: أفيجوز أن يقال صواب على معنى خطأ على الآخر؟ قلت: نعم، وفي كل ما كان مغيبا. قال: أفتوجدني مثل هذا؟ قلت: ما أحسب هذا يوضح بأقوى من هذا. قال: فاذكر غيره. قلت: أحل الله لنا أن ننكح من النساء مثنى وثلاثة ورباع وما ملكت أيماننا، وحرم الأمهات والبنات والأخوات؟ قال: نعم. قلت: فلو أن رجلا اشترى جارية فاستبرأها، أيحل له إصابتها؟ قال: نعم.
قلت فأصابها وولدت له ظهرا ثم علم أنها أخته. كيف القول فيه؟ قال قد كان ذلك حلالا له حتى علم بها فلا يحل له أن يعود إليه. صحيح أنه ما كان حلالا، ما كان له، هذا خطأ، بل هذا اسكتوا عشان تفهموا المسألة فين. هذا كان حراما في تأصيل التشريع عند الله، هو حرام في ظاهر الأمر عنده أنه، لذلك هو لا يؤاخذ. وإلا لو كان حلالا لما نفسده، لما نبطله، مفهوم؟ هو أصلا كان حراما، وفي الظاهر عنده فيما اتقى الله ما استطاع كان، وفي حقيقة الأمر أنه، لذلك أثر الحرام قد ظهر، أثر الحرام قد ظهر. وش هو أثر الحرام؟ ها، قطع العلاقة والتفريق الواجب، بوجوب التفريق في هذا الباب. فلذلك ما قلنا حلال بقط كان حراما، وفي ظني الحلال، لذلك لم يحاسب عند الله جل وعلا، عذرة. وهكذا المجتهد إذا اجتهد فقد اتقى الله ما استطاع، أصاب أم أخطأ. وهنا يأتينا الرد على عاشور، محدث سيد وجيزة، سيد نصير، ماشي يا شغاشر. من يقول بجواز التقليد يعني ممتاز ماشي، ممتاز ماشي، خلاص اجتهد فاخطا. طب قولوا خلاص عشان ننهي ننجز. وجب الرجوع. من يقول مفيش اجتهاد؟ من يقول ما تفضل حجر، ما حجر انه تدخل، تفضل يا حجر. يا سلام يا حبيبي، رد على من يحتاج بحديث لا 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 يصلي ان احد منكم العصر فيه الا بني قريش، مفهوم؟ لان نقول الان هو مصيب ومخطئ، وما أنكر لأنه ما أصاب إيه؟ الأجر، أصاب الأجر، أصاب الأجر في الاجتهاد، أصاب الأجر في الاجتهاد. تفضل. قال قد كان ذلك حلالا له حتى علم بها فلا يحل له أن يعود إليها. قلت فيقال لك هي امرأة واحدة حلال له حرام عليه بغير إحداث شيء أحدثه هو ولا أحدثته هي. قال أما في المغيب فلم تزل أخته أولا وآخرا، وأما في الظاهر فكانت له حلالا ما لم يعلم وعليه حرام حين علم. رأيت هذا كلام الشافعي. والثاني لما قال بذلك قلنا لو أخطأت لا تقول حلالا، ما كانت حلالا قط. فشوف الشافعي بيّن له ذلك، هو تفسير وتحليل ذلك الشافعي لما قال له هي في الحالتين ما كانت حلالا، كانت حلالا في ظنه فقط. نعم. قال أما في المغيب، هو شوف قال أما في المغيب فلم تزل أخته أولا وآخرا، يبقى حلال ولا حرام؟ حرام. وأما في الظاهر فكانت له حلالا مما لم يعلم. نعم. وعليه حرام حين علم. وقال إن غيرنا لا يقول لم يزل آثما بإصابتها، ولكنه مأثم مرفوع عنه. فقلت والله أعلم، وأيهما كان فقد فرقوا فيه بين حكم الظاهر والباطن، وألغوا المآثم عن المجتهد. المأثم بقى مآثم ليه يعني؟ وألغوا المأثم عن المجتهد على الظاهر وإن أخطأ عندهم، ولم يلغوه عن العامد، عن العامد الذي عمد إلى ذلك ما ليس اجتهادا يعني. قال أجل. فقلت له مثل هذا الرجل ينكح ذات محرم منه ولا يعلم، وخامسة وقد بلغته وفاة رابعة كانت زوجة له وأشباه لهذا. فقال نعم أشباه هذا كثير. بس نقف عند هذا، هذه معناها كما قلنا بأنه المجتهد في هذا الباب، وإن خفي عليه الحق لأن الحق يكون باطنا فإنه لا يحاسب على ذلك، هو سيحاسب على اجتهاده وبذل الجهد والاستفراغ الوسع من أجل الوصول إلى الحق. أصابه ولم يصبه، ففي الحالتين مصيب للأجر، في الحالتين مصيب للأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وهتشوف كلام أمتع ما يكون، كلام أمتع ما يكون. ولا يستفاد من الشافعي هنا بإصابة المجتهد، لأنه بيقول أنه في الباطن عند الله لا، الحق واحد. وده الفلسفة اللي دخلت علينا في هؤلاء الذين يريدون توسيعة الأمر على الناس في هذا الباب، فيقولون نعم في الباطن الحق واحد عند الله، لكن في الظاهر
كل واحد منهم مصيب. ليه؟ ليه بقى؟ شوف الفلسفة اللي جاية. ليه؟ فهمتم الكلام؟ والله ما فهموا حاجة. والله والله ما فهمتوش الكلام. طب ايش ليه؟ ما خلاص ما ليه بقول ليه؟ ها ما لا ما هو دي الثمرة اللي هم عايزينها، دي الثمرة. لكن ليه؟ لأنهم بيقولون هنا ده في ذهنه وظني أنه مصيب. يبقى زيد قال حلال في ذهني وظني أنه مصيب، وعمر قال حرام في ذهني وظني، فكل قد أصاب. افهم هذا الذي يقولون به لإدخالي على الناس ولا إنكار في ذلك. ما ارحمونا بقى من اللعباك اللي بتعملوه. فهم يقولون في ذهني عند الاجتهاد أصاب ولا ما أصاب. اللي بيشرب النبيذ مصيب عند نفسي ولا مش مصيب؟ مصيب. واللي بيحرم النبيذ مصيب عند نفسي ولا مش مصيب؟ فهم يقولون هي الإصابة هنا. فاهمين؟ يدخلون على الناس بهذا ويقولون ونحن نقول كما تقولون في الباطن عند الله واحد منهم صح واحد غلط، لكن في الظاهر كل شوف شوف فلسفة طبعا أخذوها من كلام الغزالي في هذا الباب ويرعبون بها الناس. قلنا لهم انتهوا انتهوا، محل ما قلتم منتهى باب نظر، باب نظر. اشتهدت في النظر ولا ايش؟ باب نظر. وانا عندي المحكم الذي جاء به الاثر اتخرصوا. قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فلو، واذا اجتهد فاخطا فلو، فرق بينهم لما فرق، فرق في اللفظ ثم فرق في الايش؟ في الاجر. اهو يبقى مش ممكن يفرق في الاجر الا مع وجود الايش؟ وانتم سويتم بين ما فرق بينه الشرع، فاخطاتم مرتين، فيكون الحق بأن الحق واحد، لذلك صاحبه إيه؟ أصاب الأجرين، أصاب الأجر بالاجتهاد وأصاب إصابة الحق في الأجر الثاني. أنتوا فهمتم؟ فهمتم كيف مقسم الأجر؟ والأول أو الآخر، الآخر أصاب الأجر بالإيش؟ بالاجتهاد، ولكنه لم يأخذ الأجر على نوع، لم يصب إيه؟ لم يصب الحق. أمين رب العالمين. فهذا هذا التأصيل عام. لذلك هم يلبسون ولبسوا على الناس ان الشافعي قال بذلك، وقالوا الشافعي نفسه بيقول ان الحق متعدد، تلبيسا تلبيسا على الناس، وهذا كله غير وارد، هذا كله غير غير وارد. تفضل سيدي. الشافعي ذكر هذا الكلام للرد على الرجل الذي اعرف لماذا لم يفهم المخطئ. اعرف اعرف ما هو اللي قال، اللي قال ان هي كانت حلال له المناظر الذي يناظره الشافعي، اللي قال ان اخته حراحة كانت حلال في الوقت الذي جمعها فيه، قال ذلك ليس الشافعي. الشافعي رد عليه قال اولا واخيرا هي 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 حرام. فهو بيبين هم اخذوا الشافعي التحليل هذا وجعلوه للشافعي ايش قولا في هذا، وقالوا هو يقول من حق متعدد مش واحد. نعم يا شيخ. دكتور الحديث حديث ذكرته حديث بني قريظه لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه، اكيد فيهم احد اخطا وحد اصاب، لما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم الخطا؟ لان الوقت وقت لا يستبين، التبين انهم اصابوا وفعلوا ما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ووصلوا لبني قريظه. نعم في هذا الباب. والا احنا نقول الذي صلى شوف، لانه ما فيش اثر على الحكم، لما فيش اثر كان عدم الاخبار به هو الاولى. زي كده الذي اصاب القبله والذي لم يصل القبله، خلاص انتهى الامر، مش اثر، يبقى الاولى. يا طالب العلم قم لا تنم فان الزمان، يا طالب العلم قم لا تنم فان الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.